بنكوري؟ تعي. شو اللي صاير؟ نتائج التحليل، الطفل مريض. هذا كذب بنكوري، هذا مانو صح. دكتور فيدانت، حتى أنا وقت قريت التقرير ما صدقت اللي شفته بعيوني، بس هي الحقيقة. بس أنا فحصت نبض بورفا اليوم، ولو كان في مشكلة كنت رح أعرف. بس يا دكتور فيدانت، أنت علمتني إنه يمكن يكون في مشاكل بالدم ما فيك تحددها بفحص النبض، وهي المشكلة مانا ببورفا، الطفل هو المريض. إذا أنت أساساً ما بتقدر تلمس الطفل، كيف رح تفحص له نبضه؟ طيب، مين عمل الفحوصات؟ شوفي لقلك، اتصلي بطبيب مخبري تاني وعيدي الفحص. أنا عملت الفحوصات بإيدي مشان ما يكون في خطأ. انتي عملتي الفحوصات؟ ايه. ليش لا تعمليهم اساسا ونحن عنا طبيب مختص؟ انتي عم تكذبي، انتي عم تكذبي، انا متاكد انه هي وحده من حركاتك الخبيثه. دكتور فيدانت، انا ماني سيئه لهالدرجه، مستحيل اعطيك نتائج مو حقيقيه. شاكك فيكي لانك حكيتي هيك شيء من قبل. انت بتقول اني ما بقدر انسى ماضيي، بس انت اللي عم تتمسك فيه. اسمعيني بنكوري. انت اسمعني دكتور فيدانت، ولا تنسى انه الطفل اللي عم نحكي عنه بيكون ابن اختي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.